إلى ساحة القرآن، ساحة الذكر والبيان، وكيف لا ونبينا المصطفى العدنان يقول في حديثه الشريف: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. قارئون الآن علم الإذاعة المصرية، وقمر قراء الجمهورية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد السيد حميدة، مع تقديم شكرنا للسيد المستشار صبري الحواط. هيا بنا لنستمع لقارئنا وشيخنا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد السيد حميدة، نبت بيت القرآن والخلق والواجب والجودة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام.
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات
على الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن
وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا أنزل علينا من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق الله العظيم. قال الله إني منزلها عليكم
الشر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك إن كنت قلت
علمته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما صدق الله العظيم. وصلا لما سبق من آيات سورة المائدة والتي تعد من الآيات 123 آية قرآنية مدنية
أمتعنا بتلاوتها علم الإذاعة المصرية وقمر قراء الجمهورية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد السيد حميدة نبت بيت القرآن والخلق والواجب والجودة وعلم الإذاعة المصرية وابن قرية الزناتي من يلقمح الشرقية شاكرين إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم السيد العقيد أشرف الغر والحاج علاء الغر والأستاذ عبد الصمد الغر وباسم الحاج عبد المجيد الغر والحاج السيد العش والحاج البرنس العرباوي والحاج فايز العرباوي نشكر للفراشة الفندقية والإنارة الذهبية محمد أبو عويضة تيمور والهندسة الإذاعية العالمية مهندس مؤمن أنيس الفكهاني وواجبات الضيافة الفندقية أولاد موسى ومصورنا وعمدة مصوري الحفلات القرآنية مهندس ناصر صلاح باسم كل آل الغر تقدم بجزيل الشكر سيد العمدة الحاج محمد أبو باشا الأخوين الكريمين الأستاذ محمد فوزي خليفة والأستاذ إبراهيم فوزي خليفة حاج فخري عيدان سيد العمدة الحاج مسعد صبيح سيد العمدة الحاج محمود أبو إسماعيل أشكر أيضا الحاج السيد أبو غالي الأستاذ عصام فايد سيد العمدة السيد العمدة حاج محمود عبد الله سيد المستشار مصطفى الشاذلي الوالد الكريم وصاحب الواجب في كل مكان الحاج عبد الله يوسف أشكر أيضا للكابتن محمود تمراز حاج حسني أبو فرج حاج أسامة سلهابة حاج حاتم عراب حاج حاتم عربي جاب الله حاج جمال عكاشة رحم الله والده أهل الواجب أشكر أيضا الأستاذ إبراهيم مصر بجامعة الزقازيق أشكر أيضا الأستاذ عمر ناجولي والأستاذ الدكتور علي عصام أما الأستاذ الدكتور عبد الحكم أبو حطب فسوف يلقي علينا الآن كلمة أطعم من العنب وأشهى من